أمل الصحوة في جنبيك بقوة واضح ليلة الدنيا من أنوار الدعوة احمل أمل الصحوة في جنبيك بقوة واضح ليلة الدنيا من أنوار الدعوة في ماضينا الزاهر في الآتي والحاضر أنت الأمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلسلة منارات على طريق الدعوة الثابتون على الحق الحلقة الأولى بعنوان ماشطة ابنتي فرعون طريق الدعوات مليء بالابتلاءات والابتلاء سنة من سنن الله عز وجل يتميز الصادق من الكاذب ولينال الصادق ثواب الكرامة وثباته على الحق ونحن نذكر هذه القصص للتثبيت فالإنسان نفسه ضعيفة ويحتاج دائما إلى تثبيت من الله عز وجل وتثبيت بوساطة الحكايات عن العلماء والصالحين الذين ثبتوا على الحق وقد أصابهم ما أصابهم وضحوا بكل شيء من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم فقد ذكروا بأن الحكايات جند من جنود الله يثبت بها قلوب أوليائه وشاهده قول الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين والقصص عن السابقين والثابتين هذه القصص فيها عبر وفيها دروس كثيرة نستفيد منها يقول الله جل شأنه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والثبات على الحق وعلى الدين مبدأ أساسي في حياة المسلم كما روى الحاكم والضياء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة حمزة بن عبد المطلب ورجلا قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله هذه منارات على طريق الدعوة حمزة رضي الله عنه أسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم والذي يقوم إلى إمام جائر ظالم يأمر بالفساد ويأمر بالمنكر وينشر الفجور فيقوم إليه إمام رجل شهم يغار على حرمات الله عز وجل يأمر هذا الجائر يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر فيكون مصيره القتل فهذا من الأسياد عند الله عز وجل وماشطة ابنة فرعون قصتها رواها الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة قلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قلت وما شأنها؟ قال بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت
المدرة من يديها. المدرة يعني شيء يعمل على شكل مشط لتمشيط الشعر. إذ سقطت المدرة من يديها فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ يعني تسمين باسم أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت، يعني ابنة فرعون، قالت: أخبره بذلك، يعني أخبر فرعون بذلك. قالت: نعم، ربي وربك. قالت: نعم. فأخبرته، فدعاها فقال: يا فلانة، فرعون يعني قال لها: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. بقرة من نحاس يعني يذكرون بأنها قدر واسعة تتسع لبقرة، لإنضاج وطبخ بقرة. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، يعني أوقدت تحتها على النار بالزيت المغلي. ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها في هذه القدر الكبيرة. قالت له، يعني قالت هذه الماشطة، قالت لفرعون: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. فأمر بأولادها، انظروا، فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا في القدر هذا المليء بالزيت المغلي. انظروا إلى المحنة الشديدة لهذه المرأة. ألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع كأنها تقاعست من أجله، يعني تأخرت قليلا من أجل هذا الصبي المرضع، صبي رضيع يلقى في الزيت المغلي. قال: يا أمة، أنطقه الله عز وجل هذا الرضيع، قال: يا أمة، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. هذا درس للدعاة إلى الله عز وجل، أن يقولوا الحق، ألا يخافوا في الله عز وجل لومة لائم، كما ورد ذلك في الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت بأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخافوا في وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. انظروا إلى هذه الماشطة وإلى هذا الإيمان القوي الشديد الراسخ. يلقى أولادها بين يديها واحدا واحدا في القدر المغلي بهذه البقرة من النحاس التي أعدها فرعون ليعذب ويفتن بها الذين يؤمنون، وامرأة ضعيفة لكن إيمانها قوي راسخ. ولإيمانها القوي الراسخ ثبتها الله عز وجل لما تقاعست وتأخرت قليلا من أجل صبيها الرضيع، ليس من أجلها ولكن خوفا على هذا الرضيع الصغير جدا، لكن الله عز وجل كرامة لها ثبتها فأنطق هذا الرضيع فقال: يا أمة، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. هذه منارات رائعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي أسري به فيها شم رائحة الطيب، رائحة الطيبة، رائحة ماشطة ابنة فرعون هي وأولادها، رائحة الشهداء ومنزلة الشهداء عند الله عز وجل،
منزلة كبيرة وراسخة، هؤلاء هم منارات يقتدي بهم المؤمنون دائما على مدار الزمان، كي يثبتوا على الحق إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى بقلوب مؤمنة ثابتة ابتغاء رضوان الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.